حملت الأوساط الرسمية في قضاء الزبير غرب البصرة الجهات المختصة بملف الألغام كامل المسؤولية إثر انفجار إحدى المخلفات الحربية في صحراء القضاء الذي أودى بحياة 6 مواطنين وعدد من الجرحى، مطالبين الحكومة الاتحادية الإسراع بتطهير جميع المناطق من الألغام. وهكذا إهمال من قبل الجهات المسؤولة عن إزالة الألغام، وللأسف لم تبذل لحد الآن أي جهد في سبيل وضع خطة متكاملة لإزالة الألغام من قضاء الزبير. قضاء الزبير الذي هو بمساحة 60% من محافظة البصرة، هناك مقذوفات لحد الآن من 91 ومن 2003، واستمرت كل الحروب شهدت في قضاء الزبير، وبالتالي هناك أراضي مملوءة بتلك الألغام والمقذوفات والعنقودي، وبالتالي الأراضي الموجودة في قضاء الزبير للأسف تشهد سنويا مثل هكذا حوادث سواء للمزارعين أو للرعاة أو للمتنزهين في صحراء القضاء، وللأسف لم تكن هناك أي مبادرة لغرض انهاء هذا الملف بصوره نهائيه، وبقيت فقط لدينا منظمه نرويجيه ودنماركيه تعمل على ازاله المقذوفات التي طبعا يتم اعلامنا من قبل المزارعين ومن قبل الرعاه. نطالب طبعا من خلالكم الحكومه الاتحاديه بوضع خطه شامله لانتشال تلك الألغام، وكذلك عملية تطهير الأراضي من تلك الألغام. نجد فقط عمل بعض الشركات هو لغرض فتح مسارات الأنابيب النفط وكذلك لآبار النفط، أما المواطنين للأسف لا يعتنى بهم، وأصبح النفط هو أهم من المواطن في البصرة. فقدنا في مثل هذا اليوم علم من أعلام طلبة العلوم الدينية في مدينة الزبير في محافظة البصرة، الشيخ أحمد الشامي رحمة الله تعالى عليه، هو والثلة الشباب الذين مضوا إلى الله عز وجل بسبب مخلفات الحرب التي عانينا منها كثيرا وكثيرا، ولا طالما يعني حصدت أرواح كثيرة من مدينة الزبير ومن مدينة البصر، سواء كان على المنطقة الحدودية مع الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو على الجانب الآخر اللي هو على طريق البر، احنا نسميه الطريق السريع. وهذه المخلفات لا زالت لحد الآن يعاني من عتل كثير من رعاة الأغنام، كذلك من أيضا مثل من يمتلكون المزارع في تلك المناطق، وبالإضافة إلى المناطق كانت تعتبر منطقة سياحة في أيام الشتاء فتخرج عليه كثير من الناس حتى تستطيف بها، لكنه إنا لله وإنا إليه راجعون. نحمل مسؤولية الفاجعة اللي صارت، أنه أثناء أنه سفرة الإخوان عائلة واحدة خرجت للتنزه، لكن هناك ألغام موجودة، ونطالب الحكومة العراقية والشركة المتخصصة برفع الألغام، نطالبها برفع الألغام صراحة، نطالبها بدم هؤلاء 6 أنفار والجرحى الموجودين عندنا صراحة. المواساة صراحة موجودة لكن الردود غير موجودة، يعني هي الشركة المتخصصة اللي جاية من الخارج، شركة أجنبية لرفع الألغام في البصرة، نشوف الدولة ما لها علاقة صراحة بهم، وكأنما أنه شيء من الخارج قد أتى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحمهم برحمته الواسعة، جروحنا احنا قلوبنا جرحى الصراحة.